يعطيكم العافية. رجعنا لشرح مادة الداينامكس، وصلنا عند تشابتر 14. ضايل علينا 2 سكشنز سهلين وما فيهم يعني كتير أفكار جديدة، تقريبا نفس الخطوات اللي كنا نمشي فيها قبل. هلأ موضوعنا اليوم هو عن الباور أند إفشنسي. بداية هون معطين تعريف الباور. هلأ هو بكل بساطة الورك اللي أنا بأثر فيه على الجسم بتايم معين، فهو ديو على دي تي. هلأ الديو أخذناها قبل إنها هي الفورس ضرب دي آر، إنه هي الفورس اللي بتأثر على الجسم بتخليه يتحرك مسافة معينة، مسافة معينة اللي هي دي آر. فلو عوضت إنه دي يو بتساوي اف دي آر بقانون الباور، شو بيعطيني؟ بيعطيني اف دي آر على دي تي. هلأ بما إنه الآر مسافة وأنا هون عندي مشتقة مسافة بالنسبة لزمن، فهاي في، بصف عندي قانون الباور هو اف دوت في. هلأ هون بحكي لي إنه الباور هي سكيلر، يعني ما إلها اتجاه، مش فيكتور، واليونت إلها نيوتن اللي هو الفورس نيوتن دوت أو مضروبة في، يعني الفي اللي هي متر بير سكند، كلياتها بتتعوض بالوات. هون تعريف الإفشنسي هي ريشيو بين الباور أوتبوت والباور إنبوت، وهذا كله شرح وحكي. هون بحكي لي انه ليش الافشنسي دائما بتكون اقل من واحد، لانه الباور اوتبوت دائما بتكون اقل من الباور انبوت، لانه في عندي فريكشن. طيب هلا هون نيجي على هذا الاكزامبل. بحكي لي انه عندي شخص بياثر على هذا الجسم اللي هو 50 كيلوغرام بمقدار فورس 150 نيوتن بهذا الاتجاه اللي هون. الميو كي عندي 0.2 بلش from rest، بده الباور لما تكون تي 4 سكند. هلا اول اشي انا عملت تحليل للفورس باتجاه الاكس وباتجاه الواي، وبما انه عندي فريكشن فورس اللي هي بدي استخدم الميو كي مضروبة في النورمال، النورمال عندي مجهولة فلازم اطلعها. هلا الفورس باتجاه الواي بتساوي ام في اي، والاي زيرو ما عندي تسارع باتجاه الواي، بعوض اللي فوق بوزيتيف، فعندي N ماينس 150 3 على 5 ناقص اللي هي الام جي 50 في 9.81 تساوي 0، بتطلع معي ال N 580.5. هلأ باجي باتجاه ال X summation f x تساوي M في a x، ال F هي 150 ب 4 على 5 اللي هون أنا كيف حللتها، هاي الزاوية عندي إياها، ناقص اللي هي friction force اللي هي ميو كي بالنورمال بتساوي الماس 50 في الاي. طلعت هون انا الاي. طب شو استفدت منها؟ استفدت منها ان اطلع الفي، فالفي تساوي في نود زائد اي في تي، التي معطيني اياها 4 سكند، والاي انا طلعتها وحكالي فروم ريست، فالفي نود حتكون 0، طلعنا الفي. هلا الباور ايش حتساوي؟ حتساوي الفورس ضرب في، يعني 150 في 4 على 5 لان انا بتهمني الفورس اللي باتجاه الاكس، ضرب الفي، طلعت لي الباور اللي هي 37.4 وات. طيب الاكزامبل اللي بعده بده الباور when s تساوي 5، ومعطيني هون الفورس بدلالة الاس، يعني مش constant، معطيني اياها variable as a function. هلا بحكي لي لما الاس تساوي 0 الفي بتكون 1 لهذا الجسم اللي هو كتلته 20 كيلوغرام وما عندي فريكشن. طيب هلا انا باجي بحط القانون summation للفورسز باتجاه الاكس تساوي ام في اي، الفورس 10 اس تساوي 20. هلا الاي بكتبها بدلالة في دي في باي دي اس، واستخدمت انه باي دي اس عشان الاف بدلالة الاس. بعدين بحط حدود التكامل. هلا عندي الاس من 0، هيها بلشت من 0، بس لما هي كانت 0 كانت عندي الفي 1، فهون حدود التكامل ما حتكون من 0 لفي، حتكون من 1 لفي. تمام، بكامل، بعدين تطلع عندي الفي، بعوض مكان الاس 5 حسب ما هو طالب، طلعنا الفي. هلا الخطوة اللي بعديها انه الباور بتساوي اف ضرب الفي، الاف هي 10 اس والاس 5، بعوضها 5، الفي طلعناها، تطلع عندي الباور 183.7.
هلأ عندي هذا السؤال فانديمنتال 14-11، بحكي لي إنه أنا عندي هذا الجسم 50 كيلوغرام، بتحرك بسرعة 1.5 وكونستنت، ماشي؟ بده الباور انبوت لما تكون الافشنسي لهذا الجسم، سوري، لما تكون الافشنسي للموتور اللي هون عبارة عن 0.8. هلأ قانون الافشنسي هو الباور اوتبوت على الباور انبوت. باور انبوت هي المطلوبة تساوي الباور اوتبوت على الافشنسي. قانون الباور اف دوت في على الافشنسي، هلأ الفي عندي 1.5، الافشنسي عندي اياها 0.8، بتضل الفورس بدي احسبها. هلأ summation على الفورسز تساوي 0. عندي هون حبلين، فهيدا تكون 2T أو 2F، ولتحت عندي الMG. هلأ 2T تساوي MG، T تساوي قسمت على 2 الM 50، الG 9.81، طلعنا الT. هلأ بس بدي أحكي شغلة، إنه ليش هون summation للفورسز باتجاه الY تساوي 0؟ لأنه حكالي إنه الV constant، وحكينا لما تكون الـ V constant بتكون الـ A اللي هي التسارع بيساوي 0. فإحنا هيك طلعنا T اللي هي نفسها الفورس اللي هون، وبس بعوضها بالقانون تطلع عندي الـ Power Input تساوي الفورس اللي أنا طلعتها بالـ V على الـ Efficiency. هاي هي الـ Power Input 459.84. أوكي، هلأ عندي هذا السؤال، معطيني الجسم هذا 150 كيلوغرام، معطيني ميو اس 0.3 والميو كي 0.2، بحكي لي انه هذا الموتور بيعطي فورس مقدارها 8T تربيع زائد 20، بده الباور اوتبوت لهذا الموتور لما تي بتساوي 5. اول اشي لازم اعمله تشيك فور موشن، بما انه معطيني ميو اس والميو كي، فبدي اشوف التايم اللي بلش هذا الجسم الحركة عنده. فأول إشي بطلع النورمال فورس، هون بهاي الحالة بتساوي M في G، بما إنه ما في أي فورسز تانية باتجاه الواي، فهي M في G بتطلع عندي 1471.5. هلأ هون عندي الفريكشن فورس بحالة الستاتيك بتساوي ميو S في النورمال، بعوض النورمال فورس ضرب الميو S 0.3 بتطلع عندي 441.45. هلأ بساوي الفريكشن فورس بحالة الستاتيك بالفورس اللي هي المينيموم فورس اللي بتلزمني حتى انه يتحرك الجسم، هون مضروبة بثلاثة. ليش؟ لانه لاحظوا هون بالرسمة عندي هون ثلاثة، هدول 1 2 3، فهم بيعطوا فورس او الفورس هي بدها تكون مضروبة بثلاثة بالنسبة لهذا الجسم، فهي 3T اللي هي هون قصدي T نفسها الفورس يعني اللي معطيني اياها، فبضرب 8T تربيع زائد 20 بثلاثة تطلع عندي T 3.98. فهاي هاد هو التايم اللي ببلش الجسم الحركة عنده. هلأ هون باجي بدي أطلع summation للفورسز باتجاه الإكس بتساوي الماس بالأكسلريشن. الفورسز عندي 3T هيها باتجاه اليسار هي positive لأنه باتجاه الحركة، ناقص الفريكشن فورس. هلا هون بدي اعوض الميو كي مش الميو اس لانه بلش حركته، فانا بدي اعوض الميو كي، بتساوي الماس 150 بالاي، حطيتها دي في باي دي تي لانه الفورس معطيني اياها بدلاله التايم، بقسم على 3 بعدين بجمع الارقام مع بعض. هون مكان التي عوضت قيمتها اللي هي الفورس 8T تربيع زائد 20، بعدين حطيت حدود التكامل. هلا بس انتبه لشغله، ان هون هذا الحد اللي فيه هون مفروض في دي تي التايم ببلش من عند 3.98 لـ 5 اللي هو التايم اللي احنا طلعناه اللي ببلش الجسم الحركه عنده. الفي عادي ببلش من 0، فهون انا عندي الفي بتساوي 1.705. هلا هون بدي اطلع الباور، خلص انا خلصت عندي الفورس وعندي الفي، بدي اطلع الباور، بس لاحظوا هون مضروبه بثلاثه. ليش مضروبه بثلاثه؟ لأنه لازم لما يكون عندي موتر أحط عليه بوينت وأشوف سرعة هاي البوينت بالنسبة لسرعة الجسم. هون طلعت عندي الـ VP بتساوي 3V، هي 3 أضعاف الـ V. فهلأ هو لو ما كان حاطط هاي البوينت يعني بالرسمة نفسها اللي معطيني إياها السؤال، أنا لازم أحطها دائما لما يكون عندي موتر لازم أحطها، وبتوقع أني حكيت هاي المعلومة قبل. فبتطلع عندي الـ VB هي 3 أضعاف الـ V، عشان هيك مضروبة بثلاثة. فأنا الـ V اللي طلعتها 1.705 مضروبة بثلاثة، والـ F بعوض الفونكشن تبعها ومكان الـ T عوضت 5، بتطلع عندي الـ Power
1.1253 كيلو وات. هلا السؤال اللي بعده نفس الفكره تقريبا، برضو فيه فكره انه بدي احط بوينت وعندي موتور، فخلينا نحله. بحكي لي انه عندي هذا الجسم الماس له 50 كيلو جرام، بلش حركته من الرست، له كونستانت اكسلريشن، الفي هي 4 متر لكل سكند، طبعا هاي سرعته افتر ترافلينج 8 متر، يعني بعد ما تحرك 8 متر. هلا المطلوب اطلع الباور للموتور، والافشنسي معطيني اياها 0.74. طيب بما انه هون في عندي ميلان، فاول اشي بدي اعمله اني احلل الفورسز على الجسم، فعندي النورمال فورس، بعدين عندي الام جي بتتحلل ل ام جي كوساين 30 وام جي ساين 30، هون عندي 2t لان هون عندي هدول فبيعطوا 2t. طيب هلا الفورسز بالاتجاه هذا اللي هو البوزيتيف اللي هو اتجاه الحركه عباره عن 2t ماينس ام في جي في ساين 30 بتساوي 50 في الاكسلريشن، الاكسلريشن مجهول، فهاي المعادله فيها مجهولين. طيب هلا بدي اطلع واحد فيهم عشان اقدر ارجع لها. شو بدي اطلع؟ بدي اطلع الاكسلريشن. استخدمت هاي المعادله، ليش استخدمت معادله من معادلات الحركه الثلاث؟ لانه هو حكى لي ان انا عندي كونستانت اكسلريشن، فبقدر استخدم اي وحده فيهم. استخدمنا اللي فيها الاس، هذوك التنتين فيهم تايم، هو ما حكى إشي عن التايم، فبنستخدم اللي فيها الاس، اعطاني انه هو تحرك 8 متر، فعندي في تربيع تساوي في نود تربيع زائد 2a في اس. هلا الفي هو حكى لي انها 4 متر، طبعا هاي السرعه بتصير 4 متر بعد ما يمشي ال 8 متر اللي هون، بتصير 4 متر لكل سكند بعد ما يمشي ال 8 متر، فبعوض 4 تربيع فروم ريست، فهاي تكون 0 في 2، ال A مجهولة، ال S 8، هيك احنا طلعنا الاكسلريشن، بتطلع عندي 1. برجع للمعادلة الأولى بعوض مكان ال A 1، هيك أنا طلعت ال T. هلأ شو بيضل عندي؟ بس أطلع ال Power Input، فقانون ال Efficiency بيساوي ال Power Output على ال Power Input، عوضت كل إشي مكانه، بعدين عملت ضرب تبادلي، ال P Input بتساوي التي ضرب الفي، طبعا هون في بي زي ما حكينا قبل شوي بالسؤال اللي قبل هاد. هلا هون 8، كيف طلعت 8؟ هلا بورجيكم. هون على الافشنسي اخر اشي الباور انبوت تطلع 1.59 كيلو وات. طيب نيجي على الفي بي، نفس الاشي هون عندي حطيت ريفرنس، هي هون الاس، هون الاس بي اللي هي هاي البوينت اللي انا حطيتها، اللي هي بدي اطلع سرعتها بالنسبة للموتر، يعني سرعة الموتر هون قديش بتكون. فهون عندي انا 2S زائد ال SP بتساوي L، بشتق بتصير عندي 2V زائد VB بتساوي 0. هلا هون ال V عوضتها سالب 4 لانه انا عندي الريفرنس هيك معطيني موجب، بس هو سرعته هيك، يعني هو عم بتحرك عكس اتجاه الريفرنس اللي انا حطيته، فبدها تتعوض سالب، فبتطلع عندي ال VB 8. هون عوضتها 8، طلعنا الباور انبوت للموتر. هيك احنا خلصنا هذا الموضوع. زي ما قلت لكم هو سهل، ما في اشي جديد، نفس الخطوات، نفس يعني تقريبا نفس كل اشي، تحليل الفورسز، هون عندي كيف انه احط البوينت، امتى استخدم تكامل، امتى اعوض الرقم مثل ما هو، امتى استخدم معادلات الحركة، نفس كل اشي شرحناه قبل، بس انه موضوع جديد انه باور وافشنسي. هلا تقريبا كل الاسئله اللي عليه ما فيها افكار جديده، يعني انا تقريبا شفتهم اغلبهم، مش احكي كلهم، ما في افكار جديده. هلا انتوا حلوا هدول وحاولوا حلوا كمان اسئله من الكتاب. يعطيكم العافيه.